السلام عليكم، اهلا بحضراتكم وحلقه جديده من برنامجكم الو مكملين. اهلا بيكم هنا في استوديو صوت الناس، اهلا بكل الناس. اليومين دول بيمر علينا 50 سنة على ذكرى عظيم ليها خصوصيه ومكانه خاصه في قلوب ومشاعر ووجدان المصريين وكل العرب. النهارده اليومين دول، النهارده وبكره، هتمر الذكرى 50 على كسر الخوف والهزيمه، عن التراجع، عن الانكسار. بتمر الذكرى اللي بتقول لنا ان احنا نقدر نعمل كل حاجه ونفوت في الصعب مهما كان. 50 سنة على جيل من المصريين تعب واتدرب وعرق ونزف وعانى وكان عنده هدف واحد مركز عليه، هدفه تحرير الارض وصيانه العرض. 6 اكتوبر ذكرى النصر، نصر اكتوبر، النصر الحقيقي اللي اتدفع فيه كتير من دم المصريين ولاد البلد الجدعان، الشباب الواعد والفلاحين البسطة، الناس اللي طالعة من طين وتراب مصر، جنود وضباط صف وضباط الجيش المصري، جيش اكتوبر 1973، الجيش اللي لما ركز على وظيفته ودوره وما شغلش نفسه بحاجة تانية حقق لمصر النصر. الجيش اللي لما اعتصم بربه وخطط واتدرب واشتغل حقق النصر. محدش ليه حق لا ينكر ولا يشوه نصر اكتوبر العظيم. ممكن تختلف في اللي حصل بعد كده، في تطورات الحرب، الامور اللي حصلت بعد كده اللي فيها اختلاف قيادات عسكريه، جيش بعض القيادات اختلفت مع الرئيس السادات الله يرحمه وقتها، لكن كل دي امور جايزه يسعها الوطن، والاختلاف فيها ما هوش عيب ولا هو خيانه. ده حتى قاده الجيش في الوقت ده نفسهم اتكلموا وحكوا وقالوا ايه اللي حصل وايه اللي كان المفروض يحصل وقتها وايه ما يحصلش. عموما بغض النظر عن ده كله، كلنا متفقين مع بعض ان 6 اكتوبر انتصار حقيقي مدفوع ثمنه من دم ولاد مصر. وخلينا كمان نتفق ان مش من حق اي حد يزور التاريخ ده ولا يشوهه، وكمان مش من حق اي حد يوظف الانتصار العظيم ده على مزاجه علشان يحقق بيه هدف في دماغه ويقصقص من صفحات التاريخ واحداثه عشان يركبها وتبقى على مقاسه هو. مش من حق اي حد، ومش المفروض احنا نسمح بده. اكتوبر نصر عظيم، اوعى تسمح لاي قزم انه يستغل النصر ده علشان يعمل بروباجندا لنفسه او يقيس المواقف على قده هو. هتقول لي مين بيعمل كده؟ هقول لك ببساطه، بيعمل كده عبد الفتاح السيسي. اهو حاله التحدي الحقيقيه كانت عند تنحي جمال عبد الناصر، خرج المصريين وقالوا لا رغم هزيمه 67. ايه ده؟ السيسي بيقول لك تم تخصيص كل موارد الدوله، كل موارد مصر لصالح المجهود الحربي من 1967 ل 73، والمصريين صبروا او صبروا.